مجموعة التجاري وفا بونك بمساعدة مساهمها المرجعي المدى اللي هو صندوق استثماري على الصعيد الحر في القطاع الخاص على الصعيد الإفريقي وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انضمنا المنتدى السادس لإفريقيا والتنمية هنا بالدار البيضاء الذي عرف نجاحا مهما، لأننا أقفلنا التسجيلات في شهر فبراير والآن عندنا 2000 من المشاركين من نساء ورجال الأعمال من 34 دولة إفريقية وغير إفريقية وكذلك القطاع الحكومي بتواجد مجموعة مهمة من الوزراء ومن موظفين سامين في مختلف القطاعات الحكومية بأفريقيا. والموضوع المحوري لهذا المنتدى السادس هو الرفع من وتيرة الاندماج الإفريقي، وكما تعلمون المغرب تحت القيادة الرائدة لصاحب الجلالة يعطي أهمية قصوى للاندماج الإفريقي والتفاعل الاقتصادي ما بين الأفارقة. الموضوع اللي في إطار الرؤية اللي حدها جلالة الملك هو أولا الانخراط القوي في القارة ديالنا، لأن المستقبل ديالنا مرتبط كذلك بالقارة ديالنا. ثانيا المغرب عنده يعني طموح، والطموح مشروع ديال خلق دينامية انطلاقا من التراكمات الإيجابية، انطلاقا من التجربة، انطلاقا من كذلك القوة ديال القطاع الخاص في المغرب والتجربة اللي طورها والتنوع اللي كيتميز به، وكذلك الصورة لأنه المصداقية أساسية. وكنظن بأنه المغرب بكل صراحة في إطار كل هذه المبادرات المتنوعة اللي كاينة والدور اللي يمكن يلعبه القطاع الخاص، يمكن له بالطبع ذاك البعد ديال الريادية ديال الإسهام يكون يعني واقعي ويكون حقيقي، لأن عندنا المقومات وعندنا الإمكانيات، كاين الإرادة اللي خص هو بالطبع هو أن كذلك كل شيء يلمس، وهذا دور كذلك ديال القطاع الخاص أنه يلمس الإيجابية ديال هذه الدينامية هذه وهذا الطموح هذا.